ربنا بيسامح في حقه، بس حق الناس لا. صيام على الفاضي كذاب ولا إله صيام، جوع كلاب. صيامك غير مقبول إذا أنت مش عادل مع أهل بيتك. كان رمضان وغير رمضان لأنه مش راح ربنا يتقبله. ببساطة إنسان منافق حيكون يعني. بوجهة نظري هذا ظلم وأيضا ضرب للشريعة الإسلامية. الدين يا يؤخذ كدين ككل يا ما يؤخذ بالطريقة اللي هم بأخذوا فيها للأسف. وبده يحمل في قبره، يعني بيحمل في قبره دار إما مصاري. هاي النقطة أهم من العبادة. كثير بتصنعوا وكثير بيروحوا على الجامع مشان بس يوروا الناس إنه هينا إحنا رايحين على الجامع. وفي كثير مشاكل أنا سمعت فيها قريبا، يعني إنه حرموا خواتهم من الميراث، وإذا بدهم يعطوهم بعطوهم قطع بعيدة كثير، ما بعطوهم من الإشي اللي قريب ممكن يستفيدوا منه أكثر. إلها حق زيها زي الرجل، يعني هي إجت، هو أجا من إمرأة، وهي إجت من عنزة ولا من بقرة. حرام عليهم على الإنسان اللي الواعي يحرم أي إنسان من حقه، لأنه هذا بضل حق، وخاصة في رمضان. يعني رمضان يعني الرحمة والمغفرة، وإنه كل إنسان لازم يأخذ حقه. هو يعني فعليا خارج عن الدين، لأنه اللي بيعدل في بيته وبيعدل مع أهل بيته هو بيكون ماشي على تعليم الدين، وغير ذلك هو يعني فعليا ربنا مش رح يعدل معه. اللي صايم وماكل حق أخته في الميراث فهو صيامه صيام جوع كلاب، ومفيش صفة عاطلة إلا نحطها فيه. هو بني آدم قدام الناس، إني أنا هيني بالمظاهر أنا مؤمن وبصلي وبالصف الأول ومن الحكي، بس يكون ماكل حق أخته بالميراث ليش؟ وين صلاة الرحم بالموضوع؟ ولا صيام ولا صلاة ولا لهم آخرة أخرى، بس صيام. بقول لك الله بيحرم جنان اللعين، يعني شو الدين اللعين بنحرمنا؟ والدين دين معاملة، إذا أنت ما تعملت صح تمام، سواء صليت صمت زكيت وعملت الأشياء الثانية حرمت ناس من حقوقها، أتوقع ما رح تستفيد بشيء. ما فرضوا علينا الإسلام ما بتجزأ، اللي مثل ما فرض علينا الصيام، الزكاة، الصلاة، الحج كمان كان جزء من الشريعة اللي هي حق المرأة في الإرث. معناته ما بصيرش إنه نجزئ هذه وناخد اللي بيعجبنا وما ناخدش اللي ما بيعجبناش. الصيام مش كتير مهم قد ما هو مهم إنه نعطي الناس حقوقهم.